ومن القاهرة بنروح لساموزين، ومع أزمة نقابة الموسيقيين اللي بتتصاعد أحداثها باستمرار وللوقوف على آخر المستجدات، فضلنا إننا نقابل الطرفين خالد عيسى المتحدث الرسمي باسم النقابة وساموزين اللي كشف لنا تفاصيل أكتر عن الوضع. بعد الكثير من المانشيتات الصحفية اللي تناولت أزمة ساموزين مع نقابة الموسيقيين، خرج عن صمته وقرر كشف الحقيقة. أنا كلمني أحد الأشخاص اسمه الأستاذ علي الشريعي، تمام؟ قال لي إنه أنت مش هنجدد لك العضوية، أنا واحد من المجلس، تمام؟ دي بداية القصة. رحت أنا بقى على النقابة قدام المجلس كله، دخلت قدام الأستاذ علي الشريعي كلهم، قلت له أنا عايز أتعرف بس الأستاذ علي الشريعي، فقال لي ده مش من المجلس. طب انا ايه اساس يكلمني؟ ونفى خالد عيسى المتحدث الرسمي باسم النقابه حدوث اي ازمه. مفيش مشكله تخص المطرب ساموزين خالص مع النقابه. كان في خبر زي ما انت بتقولي. الوضع قانون المطرب ساموزين هو عضويه منتسبه ومعاه اقامه موجود في مصر وبيسدد الرسم النسبي الموجود للاجانب. ورغم نفي النقابه الا ان بعض الصحف الفنيه استمرت في نشر القصه. كلهم بقى اسمع، لا علي الشريعي طلب مني فلوس، لا احمد رمضان دفعت له رشوه، انا دفعت وصولاتي كامله، كل حاجه مسؤول، ليه انا في النص في المواضيع دي؟ انا مش عارف. اما سكرتير النقابه المتهم باخذ الرشوه من سامو زين، اتقال ان انا اخذت من سامو رشوه 30,000 جنيه. ونشرت احدى الصحف روايه مفبركه. انا فوجئت بان في احد الجرايد كاتب الخبر على خلاف الحقيقه وعلى غرار الحقيقه، مقابل ان انا اعامله على انه عضو مصري مش اجنبي. الامر اللي دعا النقابه لمناشده وسائل الاعلام. نقابه الموسيقيين اكدوا اكثر من مره في اكثر من بيان ان على الصحفيين وعلى الاعلام التنبه للاخبار اللي بيتم ترددها، وان تستقي الاصل من المركز الصحفي الخاص بنقابه الموسيقيين. انا بشكر طبعا النقابه وبشكر الاستاذ خالد يعني المسؤول الاعلامي، وبشكركم على وجودكم النهارده انه تبان الصوره كلها من كل الوضوح تامه يعني.